عادي. اوكي، طموحك تاخدي قد ايه بالشهر؟ هو التمثيل مش طموحه فلوس يعني. اوكي بعرف، بس اكيد اي انسان بالدنيا محتاج دخل، مش محتاجة تصرفي على حالك. ماشي اوكي، بس انا مش حابه التمثيل كحاجه للفلوس يعني، كدخل وفلوس وكلام ده. فانا حابك حاجه انا بحبها وعايزه اعملها، حابه ان انا اكون نجمه كبيره كده. انا بحب الافلام من زمان وانا صغيره كده. اوكي، بس انت معنا هتكوني ستار ورقم واحد بالعالم. اوكي، بلس انه هيكون لك دخل كبير اكيد. ساعتها هيبقى عندي مدير اعمال بقى يمزج لي الفلوس والكلام ده. احنا هنتصرف بكل حاجه، ما تقلقيش. ايه نقاط القوه بتاعتك؟